أخي الدارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي الدرس التاسع، والدرس ده هيكون في القراية والكتابة. الدرس اللي فات اتعلمنا فيه ثلاث كلمات جديدة، هي حرس، عزق، حصد. يا ترى معاك الكتاب دلوقتي والقلم كمان؟ افتح الكتاب على صفحة 90. صفحة 90 هتلاقي 90 مكتوبة فوق في أعلى الصفحة. في صفحة 90 هتلاقي قدامك أربع كلمات. الكلمة الأولانية اتعلمتها من زمان، هنقراها دلوقتي. اقرأ الكلمة الأولانية من على اليمين. تدبخ. أيوة، تدبخ. تدبخ، عينك على الكلمة اللي في الآخر من على الشمال.